لا 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 لا، هو الكبير كبير، الكبير كبير والعميد عميد. بص شوف احمد حسن، يا سلام ابو حميد، القلب القلب، ايد ورجل في التمانية يا حبيبي يا ابو حميد. لا لا لا، دلوقتي في التمانيات مع الكابتن احمد حسن في التمانيات على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الانتخابات وما يدور في الانتخابات، سواء من سواء النادي الاهلي او النادي الزمالك، ويمكن شفنا كلنا امبارح طبعا ما دار حول استبعاد هاني العتال من قائمه رئيس المرشح الكابتن احمد سليمان طبعا، وحصل طبعا بعض التجاوزات وحصل طبعا بعض التهديدات، إلا أني خلينا نشوف كده آخر التطورات مع كابتن أحمد سليمان المرشح على رئاسة نادي الزمالك. كابتن أحمد تحياتي ليك. يا كابتن أحمد، حضرتك فن الحمد لله تمام يا كابتن، ربنا يخليك. إيه الأخبار؟ طمنا عليك الأول. الحمد لله تمام، كده ماشي الأمور. طب الحمد لله. الواحد حزين على البلد، يعني حزين على البلد أنه مستوى الرياضي يوصل لهذا الوضع. ناس محترمة وعمالة كل يوم بتتهاجم وتتبهدل على مرمى ومسؤولين من الرياضة في مصر والمسؤولين في البلد، قضاء وكل الناس، وما فيش حد بتاخد موقف معين من رئيس نادي متطول على الشعب المصري كله، متطول على الناس اللي قدامه، وبيستبعد دوت وبيضرب ورق وبيدي حاجات، وفي نفس الوقت مش رياضة خالص. النادي الوحيد اللي لغاية النهاردة فيه مرة واحدة استبعد 11 واحد، و والناس كلها مش عايزة تكمل بعد المواقف اللي كل شوية بره وجوه، ولا في دعاية ولا في أي نشاط لقائمة محترمة ولا انتخابات يعني محترمة. يعني أنا بالنسبة لي شايف إني كل شوية زي ما حضرتك بتقول استبعادات وبعد كده الناس ترجع، وبعد كده استبعادات وبعد كده الناس ترجع. هو مش في قانون رياضة المفروض طلع قانون رياضة يا كابتن؟ هو كان أهم حاجة وزير الشباب والرياضة عايز يقول للدولة أنا عملت قانون رياضة وأنا عملت الانتخابات واسلق ويلا بسرعة يلا خلص 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 خلص. طب ما هو زي ما قالي حملاكي، لو كنت النهاردة في قانون رياضة محترم يطبق على كل الناس في أول، مش كل واحد عامل لايحة بمزاجه، عامل الانتخابات في 20 يوم منهم 11 يوم طعون النهاردة لغاية النهاردة. أنا لسه واخد رقم من مبارح، ناس معلقة انتخابات 45 يوم، معلقة رقمها بقى لها 45 يوم، وإحنا لغاية دلوقتي ما خدناش الرقم، ما خدناش السي دي، ما خدناش أي حاجة. وأول لما بدأنا نخش النادي يقول لك صمت انتخابي، يعني تفتحش بقك؟ والراجل بقى له شغال شهور إعلانات وفضائيات وشاشات وصور على البيبان. ايه طب احنا عايزين نادي الزمالك مش ملك حد، نادي الزمالك مش ملك حد، مش ملك شخص، ما نعمل خصخصه. طب كنت عملت قانون الرياضه، كنت عملت خصخصه الانديه، وواحد خده بقى مرتضى منصور ما بشوفوش انا في محاكم 24 ساعه قاعد في النادي. طيب قاعد ساعة 24 طيب ساعه في النادي. عايزين هو بقى خده خصخصه لنفسك. طيب خصصوه ويشتريه واحد. بص يعني انا معاك طبعا، لان انتوا بتتعرضوا لضغط شديد سواء في المحاكم، سواء كل شويه ناس بتنسحب او ناس بتستبعد من قائمتك بدون انتوا يعني حرب على قائمه عشان اتبهدلنا، عشان فكرنا ننزل انتخابات في بلد ديمقراطيه، فكرنا بس. طب انتوا نفكر ننزل وبنعمل منافسه شريفه، بهدله وقله قيمه وشتيمه وتطاول واستبعاد، وده حرامي وده مسجل خطر وعواضي مضروبه والناس تتلف لك حاجات. عشان ايه كل ده؟ عشان ايه يا كابتن احمد؟ هو مش ده عشان نادي الزمالك الغنيمه المليار و300 مليون جنيه اتسرقوا في 3 سنين. طيب احنا راحوا فين في 3 سنين؟ طيب احنا راحوا فين في 3 سنين؟ دولارات دخلت حسابات راحت فين؟ خلينا برضه نتكلم عن الازمه الاهم بالنسبه لك دلوقتي، وهي يمكن طبعا ازمه المرشح، وانا من الشخصيات اللي بحترمها جدا جدا طبعا، هاني العتال شخصيه محترمه. الموضوع مش هاني العتال ولا اسماء، الموضوع ان في ناس في رموز في نادي الزمالك كتير، وفي اسماء في نادي الزمالك قدرت شابت لنفسها ان هي تأنى ان هي تنزل. وكان بيطلب مني اشمعنى تجيب مش عارف اسم سيد او ابراهيم او حسين ينزل معاك. تكلم سيد او ابراهيم، لا يا عم انا مش هنزل اتبهدل. تيجي في الاخر الخمسه سته اللي هم الناس يرتضوا ان هم ينزلوا ونعمل قائمه محترمه وانتخابات نزيهه وشريفه، يوم يقعدوا بقالنا ست شهور بنجهز العمليه الانتخابيه وبندور وبنشوف، تيجي في الاخر تقول لي انت بره؟ بالظبط. يعني احترم نفسي ازاي واحترم مواضيع بعد ما الناس كلها ضحت باسمائها وبيوتها ودفعت فلوس من جيبها وصرفت، واقول لهم خلاص مع السلامه انت اطلع بره، ولو في حاجه حقانيه اقول. هو بالظبط النهارده يعني واحد بقاله 16 سنه عضو في النادي، اكتشفت مره واحده
لا هو انت بتقول انتخابات نزيهه وشريفه، ايه المشكله النهارده ان الناس كلها تنزل والناس تسيب الناس تختار؟ والله ما كان هيكسب، والله العظيم ما كنت هتكسب يا مرتضى، ولا انت ولا ابنك. طب هو سؤال دلوقتي يعني، وشوف النهارده خش على المواقع وعلى السوشيال ميديا والدنيا كلها يعني، انا الناس بتعيط وبتلطم في التليفونات يعني، عشان قلت انا مش مكمل في الانتخابات. طب الكابتن احمد مكمل ولا مش مكمل؟ انا لو حد قلت حقيقه اهوت، لو حد استبعد هعمل مؤتمر صحفي واشرح لمصر كلها كل حاجه، مش هخبي حاجه. طيب ومش هرايح حد كابتن احمد، ومش هرايح حد. لا ما هو طبعا يعني بص، انا عايز اقول لك على حقك طبعا، لان في الاول وفي الاخر زي ما قلنا هي انتخابات نزيهه، في كل الناس كلها تنزل ويسيب الصندوق هو اللي يختار والصندوق هو اللي هيتكلم. انا مش عارف ليه كم الصراعات اللي موجود وكم المشاكل اللي موجود، يعني الباطل بقى حق والحق بقى باطل. انا اللي عامل في المستشفيات طبقا للائحه بتستبعدني، وهو اللي عمل في النادي بتاع دوت محدش يجي جنبه. طيب إيه من دل... عيني عينك كده منظر عام، عيني عينك وعلى حاجه هايفه تتسوى. لا طبعا انت تاني حاجه عملنا خلاص، انت بتعمل قانون، رحنا قدمنا مركز التسويه 75 طلب استعجال في موضوع ما خلصش غير موضوعين، واحد لمرتضى وواحد لنادي الصيد، وال 75 ما فيش استعجالات. يا سلام ما فيش استعجال ازاي؟ وفي في انتخابات كمان يومين ثلاثة، انتخابات كمان يومين ثلاثة، تقول القضية غلط أو صح؟ لا طبعا حسن السر والسمعة. أنا سمعت في شكل ما جايب إن هو مش من السماء المصري، لا يا ما جبتش السماء المصري، جايب شتمتك لحازم إمام، لأحمد سليمان، لفاروق جعفر، لحلم زمورة، لناس مسؤولين في البلد، مش عيب عيب إن أنا أردد اسمهم على أعلى مستوى؟ هو ده جايب يعني عليك ومتعامل أنا مهاجم وضاه. انا معاك، يمكن انا شفت طبعا بعد الـ 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 الاعلام امبارح يقول لك باسم مرسي وباسم يوسف والاخ الثاني. لا لا طبعا، لا طبعا انا عارف انت مقدم يا كابتن احمد، انا عارف انت مقدم. انا هنضحك على الشعب المصري. هو اختار 24 ساعه، هو اختار الاسمين او ثلاث اسامي، هو اختارهم وقال لك ان هم بيخطئوا في جيش بلدنا وان هم بيخطئوا في شرطه بلدنا وان هم. لا انا عارف ان انت مقدم في كافه الناس اللي برج العرب ده مش اداره قوات مسلحه، ما رفعتش الجزمه ليه وقلت بلطجيه؟ ما حصلش في قانون الرياضة يا خالد بيعب عزيز يا شام بيحط رئيس اللجنة الأولمبية، السيد رئيس الوزراء، السيد رئيس مجلس الشعب، ما قالش بلطجية ومسك جزمة في مباراة دولية، رئيس نادي محترم وقاعد مجلس الشعب، ما حصل ولا ما حصلش؟ لا لا انا عارف، انا عارف طبعا، وللاسف للاسف طبعا ان هو لما جيت على عيال غلابة مدرب طلبة فجايين يفرحوا شوية يتحبسوا. بص انا طبعا انا عارف انت مقدم في وكام واحد من الناس اللي موجودين يا كابتن احمد. انا عارف يا سواء ما انت يا كابتن احمد اتلفق لك قضيه وما اتلفقلكش، متلفق انا بقول متلفق لي قضيه في نيابه شمال الجيزه. انا طبعا انا لا واحد يا خبر ابيض على الكذب، انا واحد من واحد الناس. انا مش بتلفق لي قضيه وبس، لا انا تم بقى يعني سواء بتاعه راح عمل لك قضيه وعامل التوكيل في نادي الزمالك، دي فضيحه. ما هو دي ما هو مش لاقي حد يحاسبه فيعمل اللي هو عايزه. لا لا وانا عايز اقول لك، انا يمكن انا واحد من الناس اتعرضت طبعا بشكل شخصي، بس انا مش عايز اخد البرنامج ده. انا اتبعت لي تهديد وقدمت بلاغ ولحد ما في واحد اسمه ابو عاكف امبارح، في واحد اسمه ابو عاكف ده عضو في مجلس اداره، عضو في النادي. والله العظيم لو مسؤول في البلد سمع الشتيمه اللي بيشتمها مرتضى في يقول له انا مرتضى منصور يا 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 ولا في دماغه. اي طيب ولا في دماغه. انا لو سمعت لو مصر بس الحياء يسمعوا الفيديو، يسمعوا الصوت، يسمعوا الصوت. حتى نشوف بقى النائب العام هيعمل ايه للراجل مواطن مصر وعضو جمعيه عموميه. انا اتشتم بألفظ الالفاظ. طب اخر تطورات يا كابتن احمد، لان انا طبعا سامع انك انت يعني هتوصل بقى خلاص لاعلى حاجه في البلد، انك انت هتوصل للسيد رئيس الجمهوريه. انا يا فندم انا لو ما لو الامور ما استمرتش فير هعمل مؤتمر صحفي واقدم مذكره اعلى حاجه خلاص بقى، ما عنديش غير السيد رئيس الجمهوريه ورئيس الجمهوريه اقدم لها. ما عنديش غير كده خلاص، اعلى سقف في البلد اروح له، ولا وزير انصفك ولا لجنه اولمبيه ولا مجلس الشعب ولا نائب عام ولا محكمه ولا محامي شمال الجيزه ولا اي حاجه خلاص. طب الكابتن احمد مكمل يعني طبعا وحرصا على الناس كلها اللي دعماه، ولا الكابتن احمد والله موضوع موضوع مأثر فيا، مش عايز اعمل مش عارف يعني، القرار لسه هاخده بعد ما اشوف الناس المسؤوله في البلد هتعمل ايه. هتحترم الناس المرشحه تنزل نادي الزمالك، وهاخد قراري انا ومجموعتي. مش عايز اقول لك المجموعه كلها سايره جدا. وفي ناس ثانيه مستقلين مش عايزين ينزلوا وكلام كتير جدا، لان العمليه مش فير خالص. اما تروح امبارح تقول له يا فندم ده ما في صور، طب نعلق صور، يقول لك لا على جثتي لو صور اتشالت من النادي.
طب ايه ده؟ طيب يعني إيه يعني ده؟ يعني انا وجهه نظري يعني الموضوع لو انت شايفه يعني، او انا مش عايز طبعا والله ان انا اخليك تصاي وكده لان احنا مش حابين الجوده، ولكن لو احنا شايفين الناس ليهم وجهه نظر او المسؤولين ليهم او مثلا الناس اللي موجوده ليها وجهه نظر، يبقى خلاص ما حدش ينزل انتخابات وانتهى الموضوع، يبقى الموضوع بالتزكيه خلاص ماشي، خلاص وقفنا الموضوع. كابتن احمد يعني كل ان شاء الله باذن الله التوفيق ليك، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك، وحقك طبعا انت بتطالب بحقك وبشكل شرعي جدا جدا، ما فيش فيه اي مشكله، وكل التوفيق ان شاء الله باذن الله ليك ولكل القائمه اللي معاك، لان فعلا كلهم ناس محترمين وكلهم ناس افاضل. كان معنا طبعا كابتن احمد سليمان المرشح لرئاسة نادي الزمالك، ويمكن هو كان قال الكابتن احمد امبارح ان انا خلاص يعني هستبعد لو طبعا هستبعد طبعا او هنسحب لو اي حد من قائمه تشال، ولكن هو لحد دلوقتي لسه ما خدش قرار، هو بيطالب اني حقه وحق المجموعه اللي معاه القايمه اللي معاه ان كلها تبقى متواجده معاه، بما ان هم كلهم ناس محترمين، كلهم ناس مقدمين بشكل رسمي، انما طبعا لسه في الامور امور وهيبان وهيتضح. بس اللي انا مستغرب ليه، هو في الاول وفي الاخر برضو انا مصري كلمه عمل تطوعي، ليه كل الخناقات وليه كل الصراعات وليه كل القضايا وليه كل المحاكم وليه كل البوليس وليه كل الفضائيات وليه كل تشويه الصور؟ انا مش فاهم ومش عارف بصراحه ليه كل اللي بيحصل ده.